الثامنة وثماني دقائق، حان وقت النوم، علي أن أرتاح. أهلاً إلى الليزي تاون، الأجمال في الكون. هنا روبي يخطط للشر وسبورتاكس يسعى للخير. ستيفاني الرقيقة، لزيجي أفضل صديقة. مع بيكسل ستينجي وتريكسي أيضاً سيمرحون معاً. حيوية ونشاط، الحياة في الليزي تاون. لن تشعر معنا بالأحباط، سنفرح في الليزي تاون. الكشافة الكسالة. حان وقت الاستيقاظ. متأكدة من أن لديك كل ما يلزمك؟ نعم عمي. متأكدة؟ قد تحتاجين إلى مكواة للشعر. لا. لا طبعا لا. قد تحتاجين إلى طلاء. لا شكرا. لا 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 لا. أو ربما إلى مقص للأظافر. لا تعلمين متى تحتاجين إليه. لا شكرا عمي، أنت لم تذهب للتخييم قبلا. لا. صدقني لدي كل ما أحتاج إليه هنا يا عمي. إلى اللقاء. حسنا أنت على حق طبعا. أعلميني إن احتجت إلى أي شيء استفني. توخي الحذر واستمتعي. من أحدث ذلك الصوت المزعج؟ هيا فلينتظم جميع الكشافة. لن أسمح لها أبداً بأن تفسد علي نهاراً آخر ما دام اسمي روبي روتن. ما هذا؟ اسم المصمم. مرحباً يا رفاق. أهلاً ستيفاني. مرحباً. مرحباً. من جاهز للذهاب برحلة استكشاف؟ أنا. بالتأكيد. أنا. هيا بنا اتبعوني. تريكسي. نعم. قبعتك. ما بها قبعتي؟ أنت تعتمرينها بطريقة خاطئة. هكذا نعتمر قبعاتنا هنا في ليزي تاون، صحيح؟ حقاً؟ لا أعتقد ذلك. زيجي؟ زيجي، ماذا تفعل؟ إنه اختبار مهم. أنا أكتشف كم لاقة أحتاج لكي أنهي قطعة الحلوى هذه ستيفاني. هذا ليس بنشاط كشفي، نحن نتعلم كيفية العيش في الهواء الطلق. أنا أيضاً، متى عرفت إلى كم لاقة أحتاج لكي أنهي قطعة الحلوى؟ فسأعرف عندها كم واحدة أجلب معي في مخيمنا المقبل. ماذا فعل؟ حسناً، هيا يا رفاق لننطلق. لحظة واحدة، لقد لمعتها للتوزيجي. آسف. هيا عليك تنظيفها. نظفها. علقت مجدداً. والآن بقعة أخرى. هيا بنا لنذهب من هنا. نعم من هنا. من هنا. من هنا. من هنا. من هنا. من هنا. لقد ارتبكت، ربما نحتاج إلى مرشد. من أنت؟ مرحبا أنا سكوتي قائد الكشافة. ألا ترون ذلك من لباس الكشافة الأصلي الذي أرتديه الآن؟ سنذهب في نزهة وسنخيم أيضاً. التخييم؟ هذا ليس بنشاط كشفي، أنتم تقصدون النوم على الأرض صحيح؟ هذا ما تفعله الكلاب والدجاج أيضاً. ما هي النشاطات الكشفية التي تقوم بها؟ أجل. حسناً،
سأعلمكم كيف أوه، تختلقون الأعذار. وكيف تنامون بوقت متأخر؟ هذا مثير للاهتمام. أجل، أود أن أتعلم ذلك. هذا ليس نشاطاً كشفياً. ماذا عن القيام بأمور حسنة كمساعدة الناس على عبور الطريق؟ يقوم الكشافة بأمور كهذه. المساعدة؟ أوه، تقصدين تلك الأمور المسلية. فعلت ذلك 100 مرة. ترى. وهكذا أكون قد فعلت ذلك 105 مرات. هذا مذهل. نعم. نعم. إنه سريع جدا. سريع جدا. نعم. هناك نشاطات كشفية أخرى أقوم بها من وقت لآخر، كجمع الشارات مثل هذه. رائع. أليس رائع؟ هي. وأيضا سأعلمكم كيف تلقون التحية. هكذا؟ لا، بل هكذا. لا أعتقد أن النشاط الكشفي يكون هكذا. هذا ما يفعله الكشافة الكسالى في مدينتنا، صحيح؟ الكشافة الكسالى. الكشافة الكسالى. الكشافة الكسالى. لتكون كشافا كسولا بل تضيع الوقت، ضع يديك في جيبك، هيا وانظر إلى تحت، كن بطيئا وبليدا نعسانا مهملا، لا تكن جاهزا ستبدو مزعجا جدا. تكاسل تكاسل، عليك أن تتكاسل، تكاسل تكاسل، كن كسولا، تكاسل تكاسل، عليك أن تتكاسل، تكاسل تكاسل، كن كسولا. نتسلق الجبال، نذهب للتخييم، ونبقى دوما في العراء. حقا؟ خدعتك. تكاسل تكاسل، عليك أن تتكاسل، تكاسل تكاسل، كن كسولا. هيا جميعا. عليك أن تتكاسل، تكاسل تكاسل، كشاف كسول. مرة أخرى. كشاف كسول. لكن ماذا عن الطعام؟ وماذا لو أمطرت؟ قل لي أين سننام؟ هذا صحيح. حسنا. من يريد شارة لتجاهل هذه الفتاة ذات الشعر الزهري والسلوك السيء؟ أنا. أنت من يريد ذلك؟ ربما. أيها الكشافة الكسالى، لنلقي جميعا تحية كسولة. ها؟ أجل. أحسنتم. شكرا. وأنت أحسن. لكن وأنت أحسن. هذا سخيف جدا، لن تذهب للسير حتى. السير؟ طبعا سوف نذهب للسير. أيها الكشافة الكسالى، إلى الأمام، سر. توقفوا. ممتاز. حسنا أيها الكشافة الكسالى، بعد العمل الشاق لنذهب للنوم. لكننا لم نبتعد سوى بضع أقدام عن مكاننا. وماذا يعني ذلك؟ لا شيء، إنه مكان جيد. نعم. أجل، هذا ليس نشاطا كشفيا. والآن ماذا؟ لقد تعلمتم إلقاء التحية. صحيح. وقمتم بالنزهة. صحيح. يمكنكم الذهاب إلى المنزل، صحيح؟ أجل، تستطيعين الذهاب إلى المنزل. حسناً، سأذهب. زيجي. نعم. واو، ربما سأبقى هنا قليلاً بعد. أيمكنني، أرجوك، أريد أن أبقى. على قائد الكشافة أن يساعد الأولاد ويعلمهم أموراً و... قائد الكشافة أن يساعد الأولاد ويعلمهم أموراً. إلى ما تنظرون، استلقوا على الأرض وناموا حالاً. يا بنا. حسناً، كان ذلك عنيفاً. سينجي، أنت أيضاً.
فاني، ما الأمر؟ هل نسيت شيئاً؟ أتحتاجين إلى مكنسة؟ كرة سلة؟ لا. حذاء الباليه؟ لا عمي ميلفورد، لم أنسى أي شيء. لقد أخذت كل شيء معي، لكنهم لم يقوموا بالنشاطات معي. أوه عزيزتي، لا أستطيع التخييم معك. أود ذلك، لكن لم يسبق لي أن ذهبت. لكن أعرف أحداً فعل. أستطيع الاعتماد على سبارتاكوس. لقد وصلتني رسالة. ستيفاني تحتاج المساعدة. ما من أحد تخيم معه. رجاء أسرع. إذن يا ستيفاني. سبارتاكوس، مرحبا. أتودين الذهاب برحلة؟ أجل، هيا لنذهب إذن. هيا. أصدقاؤك أرادوا أن يقوموا بأمور تختلف عما أردت فعله. ربما لسنا أصدقاء فعلا. إذا اختلف رأيك عن الآخرين فهذا لا يعني أنهم ليسوا أصدقائك. مثلا أعتقد أن القفز في بركة وحل أمر مسل. غير ممكن، الكثير من الوسخ. أرأيت؟ نختلف في الرأي وما زلنا صديقين، صحيح؟ أنت دائما تشعرني بتحسن. جيد. لا، إن الرياح تزداد قوة اليوم. كيف يمكنه أن ينام النهار كله؟ تريكسي، الرياح تشتد. زيجي، إنه نائم. تريكسي، نام. أريد أن أذهب إلى المنزل. ربما كانت ستيفاني على حق. لا تريد أن تلهو بأمور تخص الفتيات، صحيح زيجي؟ لا، لكن ليس لدينا ما نأكله. إن الحلوى خاصتك هنا، ألا ترى؟ لقد أضعت الحلوى. تمسكا تمسكا جيدا. إن الرياح تزداد قوة. لنتأكد من أن الخيمة لن تطير. هذه المطرقة. شكرا. قبعتي. هذا ليس جيدا أبدا. من الأفضل أن نعود إلى مبنى البلدية. ستيفاني. أتمنى أن تكون ستيفاني بخير. ربما يجب علينا أن نحكم على ربط حبال خيمتي كي لا تطير. ولا كلمة، إني أخيم. لا سيارتي. لا، الرياح أخذت سيارتي. الخيمة، خيمتي. ما كان يجدر بي أن أسمح لها بالذهاب للتخييم في طقس كهذا. لا، غير معقول. ستيفاني، أنا سعيد برؤيتك.
أوه لا لا، لقد خبت عليك كثيرا. مرحبا عمي ميلفورد. ستيفاني عزيزتي ستيفاني. غير معقول، هناك أشياء تتطاير في كل مكان. هذا غريب. يا ويلي يا ويلي. لا أصدق. ابتعدي ابتعدي عن طريقي. المكتب. أنسة أنسة بزبادي. ليس المرآة. أنا أشبه الفزاعة. لا لا، الأمر ليس سيئا لهذه الدرجة. كأنه صوت بيكسل. لا، يتمسك بوعاء حساء كبير. أعتقد أنه صحن قمر صناعي. إنه كذلك. يحتاج إلى المساعدة. شعري. بيكسل، أمسك بيدي. هيا. لنعد إلى مبنى البلدية. أجل، لنذهب. بيكسل، هل أنت بخير؟ أجل، أنا بخير. كنت على السطح أحاول توصيل بعض الأسلاك، لكن يبدو أنني وقعت. شربوا الشوكولاتة؟ شكراً. ستيفاني، لقد وجدت قبعتك. شكراً سبورتاكس، خلت أنني أضعتها إلى الأبد. لا. ها هي سيارة ستيفجي. ستيفاني، علينا إنقاذ أصدقائنا. ليسوا بحاجة إلي، قالوا ذلك بأنفسهم. الأصدقاء يسامحون. والآن ستيفاني، يحتاجون إليك. حسناً. جيد، نحتاج حبلاً؟ هاو. ومصباحاً يدوياً. هاو. رائع، فلنذهب. جاهزة؟ أجل. من الأفضل أن نسرع. هيا. كوني حذرة ستيفاني. لا. اصمدوا، سوف ننقذكم. ماذا يحصل؟ ما هذا؟ صحيح إنه روبي روتن. لم يعد بإمكاني أن أصمت. أمسكت بك. أحسنت سبارتاكس. رائع. يجب أن أنقذ تريكسي. حسناً. تريكسي. سبارتاكس، ساعدني يا سبارتاكس. هيا. شكرا ستيفاني. لا مشكلة. شكرا تريكسي. على الرحب والسعة. من الأفضل أن نذهب. هيا. صديقي، هل أنتما بخير؟ نعم. كان ذلك مذهلاً. أجل، مرحباً يا رفاق. من الجميل أن يكون الجميع هنا. هيا اشربوا، هناك شراب الشوكولاتة الساخنة للجميع. رائع أن الجميع بخير. ليس الجميع. لا، روبي روتن ما زال في الخارج.
كان متنكراً. يجب أن أنقذه. أمسكوا هذا الحبل. زيجي. نعم. حسناً، أمسكت به. النجدة! النجدة! أفلت يديك! أفلت يديك! اسحبوا! 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 استمروا في السحب. عمل رائع. هذا لك روبي. روبي أنت بخير. شوكولاتة ساخنة. هل لديك حلوى الخطمين؟ هذا لذيذ. لقد هدأت الرياح وشرقت الشمس، فلنخرج. أجل، هيا بنا، هيا روبي، هيا فلنخرج. روبي، ليست فكرة جيدة أن تذهب للتخييم من دون العدة. هذا أمر غبي. أنا جاهز دائما لأي شيء. ستينجي، لقد وجدت سيارتك. سيارتي. شكرا سبارتاكس، شكرا لك، شكرا جزيلا. بين بان ديجي ديجي دان، كلمات غريبة أغنيها. كلنا